أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. أمطار رعدية خلال هذه الليلة ستخص الهضاب والمرتفعات. هناك تنبيه من المستوى الأول سير المفعول على كافة الولايات الداخلية من الغرب نحو الشرق مرورا بالمرتفعات الداخلية الوسطى. إذا أمطار على شكل زخات رعدية مرفوقة بحبات من البرد. نسبة رطوبة عالية خلال هذه الليلة ستخص الواجهة الساحلية حتى خلال صبيحة الغد مع ضباب ليزول فسيح حل دائما لأجواء رعدية على المناطق الوسطى وكذلك الساحلية الغربية خلال الأمسية. دائما تواصل لزخات مطرية تحت وقع رعود أحيانا غزيرة ستخص خلال أمسية الغد إن شاء الله تقريبا جل المرتفعات والهضاب ومنطقة الأوراس. بعض الأمطار المتفرقة تحت وقع رعود خلال ظاهرة الغد ستخص مناطق الجنوب الغربي منطقة الصورة كذلك أقصى الجنوب حتى على منطقتي الهجار والتاسيلي. هبوب رياح قوية على كل من مناطق الجنوب الشرقي كذلك الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنوب ستعمل على تطاير للرمال. درجات الحرارة خلال ليلة اليوم إن شاء الله ننتظر مقاييس ما بين 23 درجة أقول 21 درجة أو 20 درجة إلى غاية 25 درجة على كافة المنطقة الشمالية، 23 درجة على تمنراست، 25 درجة على تيندوف، كذلك إنقزام، أعلى مقياس على الصحراء الوسطى وحتى على برج باجي مختار مع 32 درجة. أما خلال ظهيرة الغد درجات الحرارة القصوى ستعرف بعض التراجع على المناطق الساحلية الوسطى، تبقى دائما مرتفعة على المناطق الشرقية. ننتظر 39 درجة على كل من بجاية، جيجل، سكيك دا عنبا والطارف، 33 درجة على العاصمة، 31 درجة على وهران، 41 درجة على الجنوب الشرقي، 40 درجة على كل من شمال الصحراء ومنطقة الثورة، 43 درجة على تندوف وبني عباس، ننتظر 42 درجة على برج باجي مختار، 34 درجة على تمن راست، على مقياس على الصحراء الوسطى وتحت الظل تصل لغاية 45 درجة. أما البحر خلال يوم الغد فمصلحة الأرصاد الجوية ترتقب بحول الله دائما بحر قليل اضطراب على طول الشريط الساحلي، رياح ضعيفة شرقا وغربا لكن ستشتد خلال أواخر النهار على وجه الساحلية الوسطى مع رياح ضمن تيارات غربية تماما تصل لغاية 50 كيلومتر في الساعة. درجة حرارة مياه البحر تبقى معتدلة بينما الراية تبقى برتقالية، يجب أخذ الحيطة والحذر. أما عن وقت غروب الشمس ليوم الغد بداية الأسبوع الفاتح من شهر سبتمبر على مستوى العاصمة سيكون بحول الله في تمام 7:15. أما عن أكثر تفاصيل عن أحوال الطقس دائما ما عليكم إلا زيارة مواقع الأرصاد الجوية. أشكركم على المتابعة والسلام عليكم.